معايا دلوقتي على الهاتف الأستاذ عصام شلتوت، مستشار تحرير القاهرة 24، برضو يعلق على القرارات اللي طلع بيها نادي الزمالك بعد الاجتماع اللي عقده. يا أستاذ عصام اهلا بحضرتك وكل جمهورك، اهلا بيك، مبارك على كل المصريين، وعلى حضرتك وعلى حضرتك. ايه القرارات الفظيعة اللي طلعت دي؟ يعني ولا فظيعة ولا حاجة. مجلس إدارة بيقود نادي بحجم نادي الزمالك، يعني على ما يبدو ان هم شايفين انه ده يعني بالنسبه لهم حل مرضي للجماهير. خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، على اساس ان الجمهور يعني لما انا اطلع اقول له انا مظلوم واحنا ما اتحسب لناش ضربه جزاء وما اتحسب لناش هدف، كان لازم انت تروح لاعلى الاماكن الخاضعه للرولز للشكوى. نادي الزمالك ضمن المنظومه احد اعضاء الجمعيه العموميه، بل هو كبير من اثنين كبار ووراهم ثلاثه اربعه من انديتنا الشعبيه، يعني في الحزمه الكبيره. اذا كان التركيز يبقى على اين ترفع المظلمه، مش العب او ما العبش، لانه العب او ما العبش دي مش بتاعت مجالس ادارات. ثانيا ليس من حق مجلس اداره نادي وقع على لوائح اتحاد الكره اللي بتجيز اعتقد في ماده 70 او 71 انه انت اما وانك وافقت ونصبت اتحاد الكره لما انتخبته، ثم الرابطه ان هي مخول لها صلاحيه تعديل المواعيد طبقا للايام المتاحه، بشرط ان لو عندك اعتراض تعترض. والجدول الموجود الان بحوزه كل الانديه سلم لهم في يعني في شهر 2 في شهر فبراير، وانا طبعا انا مش اتحاد الكوره عشان اكون بقول ده بناء على اتحاد الكوره اللي عنده من المشاكل الكثير والكثير، عشان بس ما حدش يفكر انه عشان ده رايه، لانه ده مش راي، دي قواعد محسومه ومحسوبه. ثانيا ما فيش حد بيروح يطلب انه يكون هناك لجنه، لا هي اتحاد الكوره ولا هي الرابطه، تسير الامر الكروي لنهايه الموسم. هذا ده مش ما ينفعش او ينفع، ده كلام لا يحمل اي قانونيه ولا لائحيه اصلا، لانه دول انتخبوا، والرابطه بانتخاب الانديه بذات نفسها، وبالتالي ما ينفعش انت تقول طب مين الاسماء؟ يقولوا مثلا اميره وشلتوت وكذا وفلان وعلان، ازاي يعني؟ هي مش قاعده عرب. وبالتالي كل ده خارج الاطر الرسميه، كان على الزمالك المجلس طبعا، لان الجمهور في الاخر عايز يدعم المجلس، عايز يدعم ناديه، فهو بيتلقى منين؟ بيتلقى من مجلسه ومن الروافد اللي بيبلغها اللي هي الاعلام، سواء الاعلام يعني الموجود او الخاص بالنادي او الاعلام العام. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل ممكن نادي الزمالك يغير رايه بعد اللي قاله ويروح يلعب يوم الثلاث، ولا هو كده اكيد خلاص مش هيلعب؟ والله وارد جدا، عندنا بكره الاثنين جامد، لانه في الاخر هناك قاعده واضحه انه اللي بيدير المسابقه وهي الرابطه ارسلت للناديين موعد المباراه، واليخاندرو مونيز يعني قادم اما يعني في النزل الاخير من ليله الاحد او في يعني نسمات صباح الاثنين، وبالاسم هو معه طاقم كامل سواء هو او المساعدين او الرابع وايضا حكام الفار، وبالتالي سيذهب النادي الاهلي الى استاد القاهره انتظارا لان يحضر منافسه نادي الزمالك، والا تطبق هو لو ما راحش نادي الزمالك ادي ده ترند الاسبوع. هيبقى هو ده لو نادي الزمالك ما راحش يلعب، لو الفريق ما راحش يلعب بقى ده ترند الاسبوع. طبعا ترند يعني الاسبوع، يعني الاهلي واقف في الملعب مستني نادي مستني فريق الزمالك يجي، ده ترند، ده ترند فظيع يعني، ده ترند الاسبوع. طبعا برافو عليك يا استاذ، وكمان يعني عندي في تحكيم قادم يعني دوليين اسبان او في كل الاحوال اجانب، كلهم يعني هيجوا يستنوا، هيجوا يشوفوا المشهد، بيبقى عندهم اعتقد 15 او 20 دقيقه يعني. عارف للوقت. عارف الاهلاويه بيقولوا ايه؟ بيقولوا يعني المره اللي فاتت الاتوبيس عطل، طب المره دي ايه؟ طيب انا عارفه ان وزير الشباب والرياضه بيحاول يتدخل في الموضوع او تدخل في الموضوع بيحاول يحل، مش هينفع، مفيش حلول. انت بقبل قواعد لا يمكن المساس بيها، لا يمكن المساس بيها، لكن ما سرب، وانت يعني زميله عشان نفهم جمهور حضرتك، ما سرب انه بيقولوا لهم طب بلاش ماتش الاهلي ونلعب من بعده ونتفق على حاجات، مش هينفع. يعني اصلا الدكتور اشرف صبح او يعني خلينا نقول السيد وزير الشباب والرياضه مهما كان اسمه، سواء في العهد ده او في حكومه سابقه، هيتدخل عشان يقول ايه؟
في نادي عنده وقت وفي رابطه عندها هي كمان مواعيد. اي خلل بالمواعيد دي الدوري اللي المأمول والحلم لينا يخلص 16/8 ممكن ببساطه شديده ينتهي في شهر اكتوبر. طيب يعني شيء لا يعني يصدقه يعني عقل. هو شيء لا يصدقه عقل فعلا انه فريق النادي الاهلي هيروح يقف في الملعب والحكام جايين من اسبانيا ومش عارفه من فين وفين وجايين هيقفوا في الملعب ومستنيين فريق الزمالك، لانه هيبقى يعني التسخين هيتم، كل الحاجات، النقل التلفزيوني، الاعلانات، كل ده هيتم وكانه في مباراه، الا اذا طير الزمالك خلال 24 ساعه ممكن المقبله. ممكن ده يحصل؟ الله اعلم. ده يا شماتة أبلظاظة فيا يعني انا مش مصدقه ان ده ممكن يحصل فعلا. لا، ما انا بقول لحضرتك ثانيا انت مصدقى. انت تحمل الزمالك انت وشأنك انت الاداره، لكن في ثلاث نقاط ستذهب وهدفين اعتباريين ومن ثم ثلاث نقاط اخرى في نهايه المسابقه. طب ماذا لو يعني كل ماتش الزمالك؟ طب هل شايف فعلا ان هو اتظلم في ماتش الزمالك والمصري؟ ما فيش حاجة اسمها كده، ما كل الناس بتظلم مرة ليك ومرة عليك، التحكيم كده يعني ما فيش حد تسأليه عن واقع ظلم. ربما محامي وليه منحوس الزمالك؟ ليه؟ نعم؟ ليه منحوس؟ ما ليه منحوس الزمالك؟ منحوس فيه نحس ليه؟ مش عارف، هو على طول الحكاية فيها مسألة الديربي طبعا والكلاسيكو، فبيبقى ربما يعني برضو ايه ان انت تبعد شوية عن يعني طيب. لقاء صعب في اوقات انت شايفها صعبه على ناديك. احنا نتمنى ان هم يرجعوا في كلامهم وان هم يلعبوا الله. مع ان حتى لو هم رجعوا في كلامهم، طب هل انت اهلت فريقك للمباراه بتاعت يوم الثلاث؟ ما انت بتقول للفريق انتوا مش هتلعبوا، حتى لو غيرت رايك هتقول لهم يلا انتوا هتلعبوا؟ هنا اهو يعني حتى معنويات اللعيبه يعني معنويات الفرقه يعني مش عارف. شفت الاداره بقى هنا في قولين، في ابلاغ اللاعبين ان مفيش مباراه والجهاز، وفي بعد ماتش الاخير للزمالك في كان توجيه اخر ان الفريق يبقى على اهبه الاستعداد. طيب انت بقى حضرتك تجي لي بقى يوم المباراه دي يوم الثلاث؟ يلا بينا ونعمل استوديو تحليلي على الهواء مباشره. يلا بينا ونشوف الترند ده اللي هيبقى. لو ما جوش فعلا الترند ده هيروح على فين؟ ما الترند ده نعمله بقى بإفيه جامد قوي، حد يجي فينا وحد ما يجيش. ايوه زي الماتش بالظبط. انا بشكرك جدا استاذ عصام شلتوت مستشار تحرير القاهره 24، بشكرك جدا دايما بتنورنا بمداخلاتك والله.